حقيقة أعداء هذه الأمة أو القوميات الأخرى المجاورة للقومية العربية دائما وأبدا ما تسعى إلى تفتيت القومية العربية بخلق صراعات بين الدول العربية، خصوصا أن يكون هناك صراع بين مصر والسعودية لأنهما جناحي الأمة الكبيرين، والحقيقة هما رمانتي الميزان ورمانتي الاستقرار في الوطن العربي والأمة العربية. العلاقات في الوقت الحالي هي في أفضل صورها وفي أفضل حالاتها، يعني أنا بشبهها بالعلاقات اللي كانت في وقت 73 وما بعد 73. الآن التنسيق على مستوى رفيع بين الدولتين في كافة المجالات، هناك تنسيق واتفاق لمواجهة المخاطر الكثيرة والجمة التي تواجه الأمة العربية. يمكن من حسن يعني الحظ أنه الأعداء واضحون أمام الأمة العربية الآن. عداوة تركيا لمصر منذ 2013 يمكن ظهرت جلية أنها لم تكن عداوة فقط لمصر وإنما كانت عداوة للمملكة العربية السعودية أيضا. نفس النهج نفس الأسلوب الذي اتبع مع مصر واتبع مع المملكة العربية السعودية، ولذلك المصير الواحد يحتم على الدولتين أن يتعامل برؤية واحدة بأفكار واحدة، أفكار تسعى إلى دعم الأمة العربية ونصرتها في المشكلات القائمة، سواء ما يهدد الأمن القومي العربي. يعني دائما نقول ما يهدد الأمن القومي العربي في ليبيا، ما يهدد ليبيا يهدد المملكة العربية السعودية زي ما بيهدد مصر، ما يهدد المملكة العربية السعودية في اليمن يهدد مصر أيضا. الأمن القومي العربي لدى الدولتين أمن قومي واحد، ليس أمنا قطريا وإنما أمن أوسع وأشمل من كلمة أمن قطري. التعاون الاقتصادي أيضا في أعلى درجاته، المملكة العربية السعودية لها مواقف عظيمة ومشرفة تجاه مصر في كل الأزمات الحقيقة، ومن 2013 المملكة مع مصر ومصر مع المملكة في كل شيء. نحن لا يمكن مصر لا يمكن إلا أن تكون في الخندق الذي تكون فيه المملكة العربية السعودية، وكذلك مصر لا يمكن إلا أن تكون كذلك المملكة العربية السعودية لا يمكن أن تكون إلا في الخندق الموجود في مصر، لأنه الدولتين بيواجهوا نفس المخاطر، بيواجهوا نفس الإشكاليات، حتى الرؤى المستقبلية. يعني الحقيقة لما تنظر إلى الفكر الموجود لدى الرئيس عبد الفتاح السيسي أو الفكر الموجود والذي طرحه الأمير محمد بن سلمان، ستجد الأفكار المستقبلية هي أفكار للمملكة العربية السعودية ومصر وللأمة العربية. عندما يفكر الرئيس عبد الفتاح السيسي في مستقبل مصر ويطرح رؤى لمستقبل مصر، يطرح أيضا رؤى لمستقبل الأمة العربية. كذلك الأمير محمد بن سلمان في أكثر من منتدى تحدث عن النقلات الكبيرة والمهمة للمملكة العربية السعودية والنقلات الكبيرة والمهمة للأمة العربية.